السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. معكم لبنى من قناه ديلي سلونا. اليوم جيت نقترح عليكم واحد لابلوش باش نختموا هاد السنه، وكنتمنى السنه الجايه يا ربي تكون احسن وترفع علينا هاد الوباء. بالنسبه للكاطو ديال اليوم ساهل وكيجي لذيذ، ما يخلعكم الشكل حيت ديكوراسيون كتبقى اختياريه، وان شاء الله غادي نوجدوا كل شيء مع بعض وغتشوفوا انه ساهل. دونك تابعوا معايا من الاول حتى الاخر. اول حاجه هنايا خديت الصدر ديال البيضات، يكونوا واخدين حراره المطبخ، يعني اذا كنتو كتحتفظوا بهم في الثلاجه من الاحسن تجبدوهم شويه قبل باش ياخذوا حراره المطبخ وينجح معكم البسكوي ديال لابوش. كما كتشوفوا هنايا فرقت، كنفرق البياض على الصفار. ناخذ الصفار غنزيد عليه 6 المعالق ديال السكر البني او الابيض، كيبقى نفس يعني اللي عندكم اللي متوفر عندكم. غنزيد عليه ساشي ديال الفاني، يمكن لكم اما تنسمو بالفاني او تنسمو بقشره الليم البرتقال او قشره الحامض اللي متوفر باش نسهل عليكم الامور. صافي هنايا خديت الطراب الكهربائي ودرته في اعلى درجه من السرعه وغنبدا نطرب. هنا الفيديو خليته ما قطعتوش باش تشوفوا كيفاش هاد لاكريم كتبدا تحول اللون ديالها، كيفتح وكيتزاد الفوليوم ديالها. ضروري تنشحوا هاد المرحله باش يجيكم البسكوي يعني خفيف ورطب. كما كتشوفوا هذه هي لاكريم الاولى، كتجي هكذا كتفتح وكتجي مرغويه وخفيفه. من بعد غادي نقصوا من السرعه ديال الطراب الكهربائي، ما نخليوش نفس السرعه الاولى، وغنزيد 6 المعالق ديال الزيت، يعني زيت الكولزا او زيت نوار الشمس اللي متوفر عندكم. كما كنقول لكم انا ديما كنفضل نستعمل الكولزا في الطبخ حيت عندها فوائد وماشي مضره بحال نوار الشمس. هذه بين قوسين. هنايا زدت 4 المعالق كبار ديال الماء وغنكمل التطريب. بالنسبه للمقادير غنكتبهم لكم في قناه الوصف باش يسهل عليكم. هنايا خديت 4 المعالق كبار ديال الدقيق الابيض، وضروري ما تغربلوه باش ما يبقاش لكم باش يكون مغربل وما يكونوا فيه حتى شي كويرات. 2 المعالق كبار عامرين ديال الكاكاو المر، ونفس الشيء حتى الكاكاو تغربلوه، سورتو الكاكاو حيت كما كتشوفوا فيه بزاف لي غريمو. صافي غناخذوا هنا سباتول او طراب يدوي كي كان، وغادي نحركو مزيان هاد العناصر حتى يتجانسو وكيعطيكم خليط بهذا الشكل. هذا هنا غنحتفظوا بهذا الخليط جانبا، وغناخدو البياض ديال البيض اللي كنا احتفظنا به في الاول، نزيد عليه شويه ديال الملح. كما لاحظتوا ما درتش في الخليط الاخر الملح، دونك هنا قبيصه ديال الملح غنديرها هنايا باش هي كتسهل على البياض البيض باش يطلع. صافي هنا كنديروا اعلى درجه من السرعه ديال الخلاط الكهربائي حتى كيطلع معنا بياض الثلج او ابيض البيض على شكل بياض الثلج، وكيجيكم ناجح وشد فراسو. يمكن نشوفوا شد فراسو، صافي كنحبسوا على التحراك. كناخذوا هنا الخليط ديال اللي فيه الكاكاو، كناخذوا نصف ديال ابيض البيض، وكنبداو نديروا هاد الحركات الدائريه بلا ما نهرسوا البيض البيض باش كتبقى هذيك يعني كنديروا من الفوق حتى لتحت، وحنا كنخلطوا بشويه بلا ما نهرسوا البيض البيض باش كندخلوا الهواء في العجينه وكتجينا رطبه وخفيفه بهذا الشكل. هذا من الفوق كتحركوا دائريا ولكن من الفوق لتحت وبلا ما تهرجسوا بيض البيض بهذا الشكل. هذا صافي يبقى لي غير شويه وغنكمل.
صافي هنايا العجينه ديالي او البسكوي وجد ليا. هنا خديت طاوه ودرت فيها شويه الزيت باش ما باش يكون لاصق ليا الورق طبخ من الجناب ويجي مقاد. هذه غير استوس ديالي. صافي غادي نصب هذاك الكيك كامل فوق الطاوله اللي غندخلو الفرن. والفرن يكون ضروري مسخن قبل على درجه حراره 180 170 ولا 180 فرن ديال الكهرباء. صافي كنوزعوا هاد العجين. هنا جبته من الفرن حيته من الطاوه ونخليه يبرد بهذا الشكل. هذا كيجينا ناجح. بالنسبه لغناش ديال الشوكولا غنحتاجوا القشده الطريه اونتيير تكون سائله يعني كريم فريش اونتيير فلويد 21 سنتيلتر. غنديروها في كاسرول وغنضيف عليها جوج المعالق كبار ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال السكر. صافي غنحطهم فوق البوطه حتى يغلاو مزيان بهذا الشكل. هذا تبعوا معايا هذه الطريقه مزيان باش ننجح معكم باش ننجح معكم لا كاناش. من بعد خديت هنا طابليت ديال الشوكولا ديال 200 غرام. ومن الاحسن البنات يكون الشوكولا من نوع ممتاز باش يجيكم المذاق لذيذ ديال لا كاناش وتجي لا كاليتي ديال هذا البيوش زوينه. صافي خديت هنايا بالنسبه للناس البنات اللي ساكنين في المغرب كنصحكم بلا مارك اكبيل ولا نيستلي باش هادي هادو. المهم عفوا على ديك الاسماء ولكن هادو سي دي مارك لي لا كاليتي ديال الشوكولا ديالهم كتعجبني انا شخصيا. يعني يمكن يكونوا دوطغ مارك ولكن المهم هادو اللي كنعرف. هنايا صافي خليت الشوكولا حتى داب غير في الحراره ديال داك الخليط ديال الكريم فريش والزبده وغنديرو فواحد جبانيه ونحتفظ به حتى يبرد يعني واحد ساعه ولا حتى لساعتين نخليوه حتى يبرد تماما. من هنا ملي يبرد كما كتشوفوا ولا قاصح شويه يعني هذا هو الشكل اللي خصكم تحصلوا عليه كيقصح حيت فيه الشوكولا والزبده. صافي هنا غندير ناخذ الطراب الكهربائي ونديرو في اعلى سرعه ونبدا نطلع الكاناش ديالنا. صافي كنبدا نطلع فيها نطلع فيها لاحظتوا سبحان الله كيف بدا يتغير لها اللون كيفتح وكيتزاد الحجم ديالها. نبقاو نطلعوا فيها مزيان حتى تبان لكم يعني قادت واللون ديالها افتح. صافي كتجي بهذا الشكل. هذا كتجي ناجحه 100% ولذيذه. صافي هنايا خديت البسكوي درت فوق منه بابي كويسون ولا ديرو فوق منه بلاستيكه نقلبو. كما كتشوفوا راه هو جا ناجح يعني رطب و حيت ما خصوش يطيب بزاف خصو يطيب 15 دقيقه في الفرن. كما كتشوفوا رطب وما كيتهرسش يعني هادشي كيبين انه ناجح 100%. صافي غناخدو لا كريم ونبدا نوزعها فوق البسكوي. نخلي شويه ديال لا كريم باش نغطي به البوش. نوزعو اما بمعلقه ولا ما تنساوش البنات تقطعوا الجنيبات على شكل مائل. هنايا ملي نوزعنا الكريمه غنبدا نلوي في لابوش. دونك هنا كنلوي اللويه الاولى تكون رقيقه وكنعاون بالبابيي
ونبدأ نجر ونلوي بهذه الطريقة هذه. أنا زلقت لي معليش صافي. كتكملوا كما كتشوفوا البسكوي ما كيتهزش وكتعاونوا بالبابي بهذه الطريقة هذه وانتوما كتلويو حتى تكملوها كامل. صافي غنحطوها بهذا الشكل ونلوي عليها هذا البابي ولا اي ولا بلاستيكه ونحتفظ بها في الثلاجه لمده ساعه حتى تشد في راسها مزيان وترتاح. فوالا هنايا هاي جبتها من الثلاجه من بعد ما دازت ساعه. غادي نغطيها بالكريمه اللي بقى اللي خليت منها شويه اما بسكين او بسباتول بهذا الشكل هذا شكل طولي حتى تغطى تماما. بالنسبه للديكوراسيون هنايا بالنسبه للابيوش هنايا تقريبا سالينا. ديكوراسيون كتبقى اختياريه. بغيتو تغطيوها بناباج دو شوكولا بغيتو يعني كيبقى اختياري. انا غنحضر معكم ونوريكم كيفاش صايبت دوك لي ديكوراسيون شجره بالشوكولا دي سابان بالشوكولا درت دي رولو هكذا بالشوكولا. غنوريكم كلشي كيفاش صيبتو وانتوما ديروا اللي بغيتوا يعني ما نصعبش عليكم الامور باش كلشي يكون في استطاعته يوجد هاد لابيش. يمكن لكم تكتفيوا غير بهذا الشكل هذا وديروا الفخشيط هكذا تجروا الفخشيط وتعطيكم بحال شي شجره شي جذع شجره. هنا خديت شويه د الكريم ودرتو من الجناب غطيت الجنيبات من بعد ما قطعتهم كما شفتوا في الفيديو قطعت الجنيبات وهذا هو الشكل كيجي بحال هكا مغطي كتجي كامله واخا ماشي بارفيت ولكن غادي نغطيوها ب فوالا بداك الشوكولا. هنايا خديت الشوكولا درتو في حمام مريم وخليته حتى داب تماما. صافي منين داب الشوكولا خديت بابيي كويسون وخديت واحد بلاستيكه اي بلاستيكه. هنايا خديت هاد البلاستيكه كتسد باش تسهل عليا الماموريه. درت فيها الشوكولا وغنقطع فتحه صغيره بالمقص. ضروري في الاول ديرو غير فتحه صغيره حتى لا بانت لكم ماشي يعني صغيره بزاف كبروها. هنا غنبدا نرسم شجيرات يعني الديكوراسيون كتبقى كما قلت لكم اختياريه. انا اخترت نزوق ندير هاد الشكيلات على شكل دي سابا ودرت هنايا هاد الرجيله من التحت باش نخشيه في الكاطو. درتهم هنايا كما شفتوا فوق الورق الطبخ باش كيسهل من بعد نحيدهم. هنايا هادي تخصبات ليا معليش غنعاود نصيب واحده اخرى. ولا انا ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا كيفاش صيبت انا هاد الشكيلات ونستمر حتى نكمل. بالنسبه للشكل الثاني اللي انا زوقت به خديت شويه الشوكولا درتو فوق سطح العمل وخديت هاد ما عرفتش شنو كيسميوها. المهم باش نملس بها الشوكولا فوق العمل ونبقى ندير هكا نبقى نمشي ونجي باش يبرد وباش يكون رقيق. صافي وتاخذوا اي حاجه اللي يمكن لكم تبداو تقلعوا بها داك الشوكولات من سطح العمل ويعطيكم هذاك ليفي ديال بحال الشجره يعني غنديروه فوق البيوج غيعطينا ليفي ديال بحال الشجره. ولا هنا بالنسبه للشوكولات خليته هنا يقصح خاصكم ما تخليوش يقصح بزاف ديك الساعه بقاو حاضينو حتى غير يبدا يشد فراسو بداو ديروا هذه العمليه كيعطيكم هاد الشكيلات. سمحوا لي انا الفيديو تقطع ما كانش كيصور مي هاد الشكيلات حصلت عليهم. ضروري الشوكولا ما خصوش يقصح بزاف لو بغيتو دوك الشكيلات يكونوا هكا مرولين يعني ديغولو.
صافي هنايا خديت الشوكولا، بديت كنحطو فوق لابوش، فوق لابوش لي يعني ديك الكريم كتساعد ان هاد القطع ديال الشوكولاتة ان يشدو فوق من لابوش. صافي وكنبدا هنايا نزين، نخليكم مع التزيين. هذا هو الشكل الاخير من بعد ما قرشيتها بسكر غلاسي وحطيت دوك الشجيرات من الفوق ودرت حتى الشجيرات جوج شجيرات من الجناب كل جنب، كيجي رائع الشكل. وبطبيعه الحال الديكوراسيون كتبقى اختياريه، المهم من الداخل كتجي رائعه وهذاك الكريم كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا في التعليق كيف جاتكم، وما تنساوش تابوناو وتشجعوني. شكرا بزاف، الى اللقاء.